عصر نتو، عصر نوامر، عصر الفيوز، عصر دين نوامرك نعرف قدرك، ما عاد حتى حد هامه فيك انت شنو قاري، شنو هما الكتب اللي تعرفهم، شنو هما البرنسيب نتاعك، شنو تحب تطلع نهار اخر. الطبيب تولى قدره، هابط المعلم كيف كيف، مؤثرين على الانستغرام ولاو تبارك الله هما اللي قدرهم عالي وهما اللي يجيبوا الفيوز وهما دونك اكثر فيوز معناتها قدرهم اعلى. الطبيب بيسمو حسز اللي طبهم بعد عامين باش يولي يحلوا لايف باش يجيبوا الفيوز ويعاودوا ياخذوا قدرهم بالرسمي حاجه توقف في المخ. اليوم شباب شبات عندنا موضوع نتاع الطفل الحاسيلو طلعت لي متى هذيه فهمتني ولا مانيش باش نكتب عليكم. الموضوع معناتها تصور انت في رمضان جيت هبط لك بدنها بالفاسون خايبه على الاخر على الاخر على الاخر، ديزولي كوريت تصويرتها ما عنديش حل اخر بالرسمي ان شاء الله ربي سامحني ساعه على الشيء اللي انا عملته. اما ما عنديش حل اخر الابار اللي نهبط لها تصويرتها فهمتني ولا بصراحه تعرفوني انا اخوكم زيد هاجيكس فهمتني ولا راي شنو بالرسم الراه حاجة عيب على الاخر اللي عبد في رمضان في رمضان توري بدنك كاكس معناتها ما يهمنيش فيك انت شنو لابسه اما شوف انت قداش فطرت واحد في شورتك بالرسم يعني فهمتني ولا شوف انت كيفاش تصويرتك ولا تدور الانستغرام كامل في بالي اللي الحكايه دي اثرت عليها على الاخر على الاخر فصون بيعي وخايبه بالطبيعه اي واحد في السوشيال ميديا راه متاثر بالكلام تاع العباد ماهوش باش يقول لك راني تاثرت ولا بكيت ولا صار لي راهي باز طفله فهمتني صارت لها حاجه خايبه فهمتني ولا بالطبيعه حاجات بالي هي طلعت الفيوز وطلعت برك الله برشا برشا عليه اللي تبعوها فهمتني ولا واليوم وصلت الانستغرام تاعها ل 240 الف معناتها فهمتني هذاك علاش راني نحكي عليها الشباب والشبابات على حاجتين اللي طفله ديجا طلعت فهمتني اللي كوتتها ديجا طلعت فهمتني ولا والعباد سيبون عرفتها وزيد نعرف اللي العباد اللي انا نحكي معاهم تو ما مش كل العباد الاخرين معناتها يتبعوا تبع من الاخر نعرف اللي انا نحكي مع اللي انا نحكي مع بنات ورجال فهمتني ولا مخاخم عليهم فهمتني وتفكيرهم لايك يوم تاعهم عالي على الاخر مش باش يمشيوا يتبعوا البنات خاطر ترموهم ولا الهضاب نتاعهم ولا اللي هم فهمتني باش نشوف وراء العباد مع بعضنا فهمتني ولا فما برشا عباد كونتر وفما برشا عباد بور فهمتني ولا الشيء اللي عملته الطفلة باش نمشي نشوفوا مع بعضنا شنو ما أراهم وشنو أخالوا فهمتني ولا ونعطيكم رأي بطبيعة وبطبيعة أراكم في اللوطة في الكومنتس الشباب والشبابات فهمتني ولا تقولوا لي انتم في شنو تخمموا تراو الشيء هذا اسكو حاجة عادية اسكو حرام اسكو عيب اسكو فهمتني وبطبيعة مع كل احترامات للعباد الكل اللي معاه واللي ضد فهمتني واحتراماتنا ليه هي في الاخر هي كل واحد وتفكيره كل واحد وكيفاش عايش كيفاش واحد يرى المنطق واللوجيك وكيفاش نقول لي برينسيب نتاعو فهمت انيويز اوكي عندنا شكون مهبطله تصورها في الجروب فهمت ولا بطبيعه مش نور تصورها اما باش نشوف وراء العباد في الحكايه هذه مثلا اختنا هذه خطوا حتى تشهير ما قالش بي ربي ربي يهدينا جميعا بطبيعه التشهير حاجه خايبه على الاخر فهمتني ولا ونعرف اللي هي حد ذاتها حاجه عيب لكن العباد وصلت للنيفو اللي الطفل سيبون تعرفت وضربت فهمت معاش تشهير ولا تلحكي معروفة عند التوانسة كل فماش في بالي تونسي تو في السوشيال ميديا ما شافهاش الطفلة هذيك فهمتني ولا ما عطاش رأي معناتها في الطفلة هذيك ومنطقة شنو هو فهمتني دونك ما راهش الحقيقة تشهير اللي هي ديجا طفلة شهرت من قبل فهمتني ومرة هيش عيب زاد كي واحد يحكي عن الحكاية هذيك خاطر بالرسم يتمس من الرأي العام جملة وبالحمل خاطر في رمضان تعمل حكاية هذيك بالرسمي حاجة عيب على الاخر على الاخر على الاخر فهمت الاخر اخذ له كان كل حد يتلهى في روحه خير كل انسان عنده اخطاء في الدنيا هذه انت شكونك باش تحكي عليه والله اختي الغالي فهمتني ولا بطبيعة نحترموا الاراء الكل فهمتني ولا اما من حقه اللي هو يبدي راي كي احنا ما نحكيوش على هذيك الحاجه هذيك عيب والحاجه هذيك ما تصيرش والحاجه هذيك راهي حرام راهي تونس خلات فهمتني راهي ولينا كيما امريكا فهمتني ولا طفل كان لبس عليه جو باهي معرس فهمتني صاحب مستر بيست في بال العباد الكل تعرفه كان معرس مرته ولده ومن بعد قرر فهمتني ولا اللي هو عسلامه وليت انثى العباد الكل يعطيك الصحه واللي يجي كونترو فهمتني ولا ياكل السب ومن بعد فهمتني العيله هذيك مشات اضمحلت في جره الشيء اللي هو خمم فيه مش بالو حاجه عاديه وحاجه باهيه ليله فهمتني هذاك التفكير الاحادي للانسان يخمم كان في مصلحته الشخصيه فهمتني ولا ويرى اللي مصلحته فوق العباد الكل بطبيعه من العيله تضرت من ولده مسكين الصغير اللي ما عادش عنده بو بالرسمي تصور انت ما عادش عندك بو فهمتني ولا في جره اللي العباد عاش فيه وعاش فيه حتى ما يدخل فهمتني ومستر بيست اصلا اكبر يوتيوبر في امريكا ضر خاطر العباد كي يشوف اللي هذاك صاحبك وعمل الهكه ودمر حياته أسرة بطبيعة باش تقوم على مستر بيست اللي هو سيبورتير فهمتني دونك الحكاية هذه فهمت ك
كيف كيف لي زيكزامبل رام كيف كيف فهمتني المثلة يمكن تختلف شوية لكن اللب نتاعهم فهمتني ولا روح الزبده نتاعهم اللي هما كيف كيف فهمتني دونك ما عمرنا من لوم على عبد خاطر خلى هذيك الحاجه عيب وهذيك الحاجه ما تصيرش كنا نعملوا العيب اي نعم كنا نعملوا عيب كنا نعمل حاجات حرام اي نعم لكن بالستر عايشين والحمد لله يا رب ما نجيش هنا مثلا مثلا انا ما نشربش انا ما نقول مثلا انا نشرب فهمتني ولا نجي نصور لكم في السوشيال ميديا اه نعم في كعبيرات وكل شيء والعبيد الكل تبعني معناتها حتى طفل صغير كيشوفني انا كيك اوه مل اوه سو كول زيد هاشيكس وصحيح انا ناخذ نوامر وكل شيء اما الطفل الصغير هذاك يشوف اني والله كول الفاز هذيك والله متحفونا على الاخر اه كي نكبر نولي كيف ومن بعد يكبر يولي يشرب ويولي يدخل في دومين نتاع الفساد فهمتني ولا جرائر شكون جرائر هي اللي انا انفلونسيت عليه هو فهمتني ولا باش يمشي يشرب وباش يمشي يعمل حاجات العيب هذيك الكل فهمتني دونك حكايه ما تصيرش انا واحد من الناس راهم العباد اللي تصور بالفاسون هذيك اللي بنات من الاخر عسل ما هو بدني من الاخر كان راي غلط فهمتي حلولي بالله حلولي خاطر انا راه حاجه عيب على الاخر اخرى خاطر لهم جاه ربي نقسم التخلف ثم تصورهم مهبطهم هذه قمه التوفيق ما غض البصر ونقسم الكلام اللي لازمكم تنفعوا به رواحكم انا مانيش لا معاهم لا ضدهم كيف يتصوروا كل انسان باش يخف وحده قدام ربي نهار اخر كل واحد ينصح روحه وربي يهدي الناس الكل والله ربي يهدي الناس الكل اختي الغاليه اما ربي زاد باش حاسبنا على الشيء اللي احنا عملناه كنخليوا العباد تعمل اللي تحب عليه فهمتني في بلادنا زاد باش تحاسبوا عليه الشيء هذاك فهمتني ولا ويلزمنا يلزمنا يلزمنا اللي احنا حل الحاجه هذيك عيب والحاجه هذيك ما تصيرش ريق راهو ما يلزمكش الداخل مانيش عارف تشوف حاجه عيب لازمك تسكت هذيك هي لغضتك بحد ذاته واللي احنا وصلنا له والمنطقه اللي احنا وصلنا له في تونس اللي من الاخر ما يصيرش منطق ما يصير هو منطق وما هوش عقلاني جملة تصور انا نشوف عباد تعمل في العيب وكل شيء هلا نغزرهم اه ربي معهم ربي معهم ايه كان عندي طفل صغير مثلا ولا طفلة صغيرة ولا اختي ولا اخويا صغار ولا حتى واحد كبير فهمتني يشوف العيب برشا مرات يمشي في باله حاجة عادية دونك يمشي مع السرب هذاك ويمشي معاهم فطنية ويمشي معاهم فهمتني ولا حتى الليفلز ما اقوى لين السوسايتي نتاعنا ولا شي اسمها هي المجتمع نتاعنا فهمتني ولا يدمر واحده واحده كيما صاير في المجتمع نتاع الاوروب نتاع اليو اس اي تو بالرسمي داخلين برشا مشاكل فهمتني اللي يمكن نحسيها من الاخر فهمتني حتى حد ما ينجم يعدل المشاكل اللي صارت في جره اه والله حريه شخصيه والله يدير شيء لا احنا الحمد لله عندنا الاسلام فهمتني عندنا الدين كبرنسيب ولازم ناخذوه هو كبرنسيب صحيح نغلط صحيح اما عايشين بالستر ما نقول حتى حد عمل هكا وما نصوروش في السوشيال ميديا اللي هي اكثر حاجه فهمت تاثر على العباد تو فهمتني قالت العباد ما عادش تقرا الكتب ما عادش تقرا القران ما عادش تتبع السنه برشا فيهم الكاكا ولا يتبع السوشيال ميديا والبنات فاش تصور اكسترا اكسترا وهذه حاجه عيب ولازمنا غض البصر صحيح لازمنا غض البصر اما انا كنت لفت يسار نلقى طفله بتوري لي في ترمتها ناخذ اليمين كيف نولي انا مطبس راسي كلوطه حتى تضربني كهربا ولا كيف بالرسمي مش لوجيك الجمله فهمتني صحيح انا غض البصر اما كمام البنات لازمكم تستروا رواحكم فهمتني مش تستروا رواحكم معناتها نفرض عليكم نقاب والحجاب معاكم فهمتني بالعكس فهمت دبروا ريوسكم اما كي تلبسوا لبسه محترمه فهمتني واللي تقدروا بها العباد وتقدروا بها رواحكم على الاول فهمتني كيما انت تقدر العباد هي تقدرك فهمت بالضبط خدمه ريسبكتين الريسبكتيك من الاخر وعلى الاخر دونك ما يجيش حد تو يقول لي الزيت راهو فهمتني واللي راهو حريه شخصيه لا 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 لهنا ناخذوا العباد الكل فهمتني واللي وبالرسمي نحكيوا الا الحكايه دي ما تصيرش انا ذا راي بالطبيعه هي الانستغرام بتاعها راح اسيله كاتبه بزنس ستودنت وتعادي في باك سبورت برا لوج علاش فهمتي بالرسمي مش عارف علاش ولا كيفاش ركبت اللي تقرب باك وعامله بزنس ستودنت الله ورسوله اعلم هي كاتبه ورك هارد ان سايلنس ليت يور سكسس بي يور نويز اعمل بصمت ليكون نجاحك وضجيجك والله يا بنيت ما فهمتش انا الضجيج فهمتي منين باش تخرجوا اللهم من فهمتي من فمك الثاني أبار سامد ما عارش اسكو باش تخرج من بلاصه اخرى بالفيش نتاعك بالنسبه لي ما راهش النجاح فهمتني وهبط ستوريات اخرين تقول ايام نمبر 1 والدرشني اما عارفين اللي العبيد الكل راهي ضرت الطفله سويا قولوا لها ربي يهديك اختاه فهمتني ولا وبالرسمي ان شاء الله ما عادش تعاود حكيت معاك ميرسي انفينيمون بور تو فو ميساج الناس الكل والله سبيشال خلق انا بالرسمي كي تعطيني مال الدنيا الكل فهمتني مش نوامر مال الدنيا الكل على اني خلي واحده تكون لي مش حتى اختي ولا مرتي ولا اللي فهمتني تصور حتى تصويرك كيما كاك
صاحبي نبزخ عليها الفلوس ونتعدوا بالرسمي معي. حاجة ما تصير ماهوش نجاح انا نرى فيه بصراحة، وربي يهدي مخلق. وحاجة بالرسمي تشوكي على الاخر العبيد. وسمعت اللي هذا تحذر في برنامج واللي هادي زعيم باش يجيبها، ما نعرفش ما ظهر لي كان هادي زعيم، اما متأكد اللي هي باش تكون في برنامج، فهمتني؟ دونك من هنا في بالي تنجموا تلوموا السوشيال ميديا كامل، تنجموا تلوموا اليوتيوبرز فهمتني اللي يقول لكم الشيء هذاك عيب، ولا تلوموا تلافز اللي هي تحرض على الحكاية هذيك. دونك لهنا فهمتني خلي لكم كلمة الختام وانتم تقرروا وحدكم، اسكو تلوموا اليوتيوب كما يعملوا تلافز فهمتني، ولا اي حاجة تصير واحد مات اليوتيوب ما هو اليوتيوب. انا كيوتيوبر حكيت على الموضوع هذاك وقلت لكم راهو عيب، وربي يهدينا الناس كله وربي يهديها هي بالطبيعة فهمتني ولا وكي باش يعديوها في التلفزيون. دونك تعرفوا شكون تلوموا واكتبوا لنا رايكم في التعليقات، شباب وشابات شاركونا عجبتكم الحلقه نتاع اليوم فهمتني ولا. وبالطبيعه كان في موضوع اخر مخلق الشعب ان شاء الله بحول الله باش نحكي فيه. الشان نتاعي راه مش كان ميمز ولا ضحك ولا جيمنج ولا منوعه فهمتني ولا، نحكيوا على المواضيع الكل. وان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه الناس الكل. ما تنساش تخلي دريبه اللايك شير سبسكرايب بيس اند لوف. كان معاكم اخوكم سداش تنمر فاكنيكس، وربي يهدي العباد الكل. يلا باي باي.